صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في الحلقة الأولى من برنامجنا كلام الصباح. النهاردة هيبقى معنا فقرات كتيرة متنوعة وجديدة، معايا كمان زميلتنا الجميلة رنا. أهلا بيك يا رنا. منورة يا رنا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور، صباح الصحة وصباح الجمال وصباح الرشاقة على كل مشاهدينا في أول حلقات برنامج كلام الصباح. ازيك يا رنا؟ ازيك يا حبيبتي؟ منورة رنا. بقى بمناسبة الكلام ده، عايزين نعرف ايه المشروب الصحي اللي انت بتنصحي بيه. طبعا كل واحد فينا ليه المشروب المفضل بتاعه. تمام، بصي هو في البداية كده الأول، أول ما بنصحى من النوم طبعا بيبقى ورانا أشغالنا، بننزل نودي ولادنا المدارس، نروح الجامعة، فمش بنلحق ان احنا نفطر وكده. ففي كده مشروب صحي وفي نفس الوقت هيدينا طاقة ومكوناته بسيطة وصحية جدا، ولو كمان حد عمله أو كده مع نظام غذائي صحي هيساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون. تمام. طب احنا معانا صورة، ياريت تقول لنا مثلا المكونات بتاعة المشروب الصحي. تمام، هو هيظهر دلوقتي حالا على الشاشة. تمام. طيب زي ما انت عارفه رنا، الاول قبل ما نشوف المشروب في البدايه طبعا اهو ظهر اهو. طيب اقول المكونات: معلقه نسكافيه بلاك، وانا بقول بلاك، 5 جرام زبده غير مملحه، وتكون زبده بلدي ما تكونش زبده صناعي. ده عشان افضل يعني رنا؟ طبعا، لان الزبده الصناعي دي بتبقى دهون مهدرجه. بس دلوقتي يقول زبده هيتخض. بصي، في 3 عناصر أساسية: الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والبروتين عالي الجودة. لازم أي إنسان له الثلاث عناصر الأساسية دي. تمام. عشان يتحرك. ماشي، فلازم ناخد دهون صحية، بين قوسين صحية. لازم برضو الكربوهيدرات الصحية والبروتين عالي الجودة. احنا طبعا هنتكلم عن كل ده بالتفصيل في الحلقات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أكمل: معلقة نسكافيه بلاك، 5 جرام زبدة بلدي غير مملحة، نص معلقة صغيرة زيت جوز الهند. وعايزة أقول برضو حاجة، متوفر ده رنا في السوق؟ هو في الأول فرق، عشان كتير بيسألني كده. هو في فرق بين زيت جوز الهند بتاع الشعر والبشرة وزيت جوز الهند اللي هو بتاع الأكل. ده حاجة وده حاجة. ده في السوبر ماركت اللي بتبقى كبيرة وكده، في زيت جوز الهند، هو صحي جدا. تمام. طيب وممكن نحط سكر دايت أو رشة قرفة، وممكن نضيف لبن كمان، كل ده طبعا في الخلاط. طيب. تمام. طبعا احنا في الايام دي في انتخابات مجلس الشعب، وكل النواب دلوقتي بيقدموا البرامج بتاعتهم، وده طبعا شيء مهم جدا علشان احنا نعرف نختار صح. تمام. طيب دلوقتي هنخرج في تقرير من مراسلة ومعدة البرنامج بنت الصعيد الإعلامية هبة صلاح، وده تقرير من داخل محافظة سوهاج مركز البلينة مع النائب محمد عبد الرحمن الهلالي. وبعد التقرير ده أو الفقرة الجاية من حلقتنا هيكون معنا لقائنا مع الدكتورة نهى أحمد الهواري، أخصائية العلاج الطبيعي. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج كلام الصباح. اليوم لنا لقاء مع أحد أبناء مركز البليانة، شخصية من الشخصيات العامة والهامة داخل المحافظة، عضو مجلس الشعب السابق ومرشح بمجلس النواب الحالي عن دائرة البليانة عن حزب حماة الوطن، رمز التاج رقم 5، وأحد رموز محافظة سوهاج للسياسيين البارزين، حيث كان يشتغل في المواقع الآتية: عضو مجلس محافظة سوهاج ورئيسا بلجنة الصحافة والإعلام منذ عام 86 لعام 2000، ثم عضو مجلس الشعب من عام 2000 لعام 2005 عن دائرة البليانة، ثم عضو مجلس الشعب جنوب سوهاج من
عام 2012 عن الكتلة المصرية ومحامي بالنقد، ونحن الآن في محافظة سوهاج داخل مركز البليانة في المقر الانتخابي للنائب محمد عبد الرحمن هلالي، وهو رمز من رموز الصعيد المشرفة. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم، مشرفتي. أهلا بيكي في بلدك التاني يا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب في البداية عايزة أعرف من حضرتك إيه الخدمات اللي هتقدمها لأهل الدايرة بعد النجاح إن شاء الله؟ بإذن الله إن شاء الله بعد انتخابي عضوا بمجلس النواب، النائب أولا ليس نائبا عن دائرته، ولكن النائب نائب عن الدولة بالكامل طبقا لنص الدستور، وأنا بإذن الله سأتقدم بكافة القوانين المطلوبة لصالح شعب مصر بالكامل، وأما بالنسبة ما يخص دائرة البليانة وهم أصحاب فضل علي، فأنا كنت نائبا عنهم عام 2000-2005 ونائبا عن جنوب سوهاج 2012، فأهلي شعب مركز البليانة جميعهم مسلمين ومسيحيين، لهم دين في رقبتي، سوف أتقدم بالعديد من المطالب لصالح أهلي وعشيرتي شعب مركز البليانة الكرام، الذين مهما تقدمت بأعمال لصالح دائرة البليانة لم ولن أوفيهم حقهم. البليانة في الحقيقة في الفترة الأخيرة ينقصها العديد من الخدمات. أولا في مجال الطرق، أغلب الطرق الغالب الأعم بدائرة المركز يحتاج إلى رصف. أيضا بالنسبة لمزلقان مدينة البليانة الذي يسبب انزحاما شديدا يحتاج إلى كوبري علوي، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة برديس، بالأمس أنا كنت أزور نجوع برديس وظللت واقفا أمام مزلقان برديس ساعة بالكامل، وتأخرت عن مواعيد مروري بسبب عطلة المزلقان. فالحقيقة البليانة ينقصها العديد في مجال الطرق وفي مجال السكة الحديد، أيضا تحتاج إلى إيقاف بعض القطارات الهامة في مدينة البليانة، محطة البليانة. ومحطة البليانة أولا محطة هامة لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بعرابة أبيدوس السياحية التي يأتي إليها السياح من كل البلاد ومن كل دول العالم، فمدينة البليانة تحتاج إلى إيقاف بعض القطارات الهامة لتقف في مدينة البليانة حتى تيسر على أهالي مدينة البليانة النزول بمحطة البليانة بدلا من النزول بمحطة جرجة أو نجع حمادي. أيضا في قطاع الصحة تحتاج مدينة البليانة وأهلي أهالي قرى ومركز البليانة تحتاج إلى العديد من الخدمات في قطاع الصحة وهو قطاع عريض. أيضا في مجال التربية والتعليم كل ما يخص أهلي بمركز ومدينة البليانة لن أتوانى لحظة بإذن الله، وذلك بفضل توجيهاتكم أنتم للمطالب التي تلزم الدائرة في كل مرحلة، والدورة الانتخابية بتستمر 5 سنوات، ففي كل مرحلة الدائرة لها مطالب، فحينما أستشعر أو أشم رائحة لأي مطلب بدائرة المركز لن أتوانى لحظة بإذن الله، وذلك بفضل توجيهاتكم وبفضل دعمكم الدائم لأهلي شعب مركز البليانة وقراها ونجوعها الذين دائما يطوقوني بدين في رقبتي، فلقد وقفوا بجانبي وأيدوني في الفترة الماضية، وأنا واثق بأنهم لن يتخلوا وسوف يتوجهون إلى صناديق الانتخابات جميعهم رجالا ونساء وشبابا وفتيات لينتخبون من يرونه صالحا لهذا الموقع، وتلك أمانة وواجب وطني يحس عليه الوطن أداء الصوت. وأنا أناشد من خلال برنامجكم الموقر أهلي وعشيرتي بدائرة مركز البليانة رجالا ونساء وشبابا وفتيات أن يذهب الجميع إلى صناديق الانتخاب، لأن صوتهم غالي، صوتهم هو الذي سيحقق من سيصل إلى هذا الموقع، وبالتالي من يصل إلى هذا الموقع سيكون مسؤولا أولا أمام الله وأمام ضميره وأمام الشعب
للمطالبة بكل ما يخص دائرة مركز البليانة دون تفرقة ما بين بلد وبلد وما بين أي كان فئة سواء شباب أو شيوخ. النائب مسؤول كما قلت عن الدولة بالكامل لأنه نائبا طبقا للدستور عن الدولة وليس عن دائرته، ولكن جرى العرف أن المطالب العامة التي تخص كل دائرة يتولاها نائب الشعب في كل في دائرته. ولكن أنا أقول وهذه شهادة سوف يحاسبني عليها الله سبحانه وتعالى، ما تواليت لحظة حينما كنت نائبا في المجلسين السابقين مجلس 2012 ومجلس 2005 هناك العديد من أهالي الوجه البحري يقفون أمام البرلمان يقدمون طلبات لنواب لا يعرفونهم. أقسم بالله العظيم ما أخذت طلب من أحد لا أعرفه إلا أديت ما يمليه علي ضميري كأنه واحد من أبناء مركز البليانة وكأنه أهم واحد في دائرة مركز البليانة، لأن هذه أمانة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الضمير وأمام الشعب. أكيد طبعا، وده طبعا احنا عارفين أنه حضرتك مقدم خدمات كثير وبشهادة أهل المركز وأهل القرى. طيب وبشهادة الأستاذ أستاذ فتحي عباس بشهادته طبعا إنه النائب محمد عبد الرحمن تفضل. طيب قولنا يعني النائب محمد عبد الرحمن إيه الخدمات يعني اللي حضرتك تعرفها عنه في دخل المركز والمصلحات والحاجات دي كلها؟ أولا النائب محمد عبد الرحمن هلالي رجل المخابرات السياسي من الطراز الأول على مستوى محافظة سوهاج، والمعروف لدى الجميع ولدى العامة لم يكن صلحا بمركز البليانة إلا موجودا وعلى رأسه محمد عبد الرحمن هلالي، رجل معروف، رجل مصالحات، الرجل الذي قلبه يعمر ومحب لدائرته، وليس بشهادته شهادة الجميع والجميع يشهد بذلك. والفترة الحالية محتاجة هذا الرجل بأمانة الله، محتاجة هذا الرجل إنه مركز البليانة ينقصه هذا الرجل من خدمات ومن مصالحات ومن مطالبات لهذا المركز، المركز المحروم من الخدمات. ولذلك في الدورة السابقة للنائب محمد عبد الرحمن هلالي الخدمات ملموسة، خدمات النائب ملموسة لدى الجميع. وفي الفترة التي لم يحلفوا الحظ في البرلمان برضو خدماته متوالية ولم يتآنى. تمام. طيب نرجع لسيادة النائب، طيب ممكن تقولنا ايه الحاجات اللي هتناقشها في البرلمان عشان اهل مركزك يعيشوا حياة سليمة؟ بإذن الله سوف اناقش اولا بخصوص قطاع الشباب وهو قطاع عريض وقطاع غالي بالنسبة إلي، قريب لداخل عقلي وقريب إلى قلبي. بالنسبة لقطاع الشباب سوف أطالب جاهدا بإذن الله بعمل مشروعات صغيرة وتوفير كل ما هو متاح من فرص عمل بإذن الله لقطاع الشباب، وذلك بفضل توجيهاتكم وحسب احتياج كل منطقة بدائرة المركز. بالنسبة للقوانين بصفة عامة، وأنا قبل كده كان لي حديث بصفة محامي في بيتي في نقابة المحامين، قلت لهم هذا القول بأنني سوف أطالب بكل ما يخص دائرة الانتخابية، وأيضا أضفت إلى ذلك ما كل ما يتطلبه قانون المحاماة من تعديل سوف أتقدم به بتعديلات. وأنا كدارس للقانون إن شاء الله لن أتوانى لحظة في تقديم كل ما يخص دائرة الانتخابية وكل ما يخص صالح وطننا العزيز مصر ودائرة الانتخابية بصفة خاصة مركز البليانة. طيب هل في تأثير للمال السياسي على الناخبين داخل مركز البليانة؟ والله في الحقيقة أنا في هذه الدورة لم أشتم رائحة تأثير للمال السياسي. الوعي بدائرة مركز البليانة وعي عالي، والشباب واعد وحريص كل الحرص على أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والمال السياسي كان له تأثير في الماضي ولا أحد ينكر ذلك، ولكنني أقول كشهادة
أنه في هذه الدورة أنا زرت أغلب قرى دائرة ومدينة مركز البليانة، لم أستشعر تأثير لرائحة المال السياسي على أهلي الشرفاء بدائرة مركز البليانة وعلى الشباب الواعي، الشباب الأصيل الذي له قيمة وقدر ويأبى يأبى 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 أن يبيع كرامته وأن يبيع صوته مقابل فائدة مالية، ولكنه أعتقد ونواثق تماما بأن أهلي وعشيرتي بدائرة مركز البليانة سينتخبون من يرونه أنه يصلح لهذا المكان وسيؤدي المهام التي يتطلبها منه الدستور والقانون على الوجه الأكمل بعيدا عن تأثير المال السياسي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لن يكون للمال السياسي هذه الدورة تأثير بفضل الله، وذلك بفضل الوعي الكامل والأصالة العريقة لأهلي بدائرة البليانة جميعهم دون استثناء، وبفضل وعي وثقافة الشباب الواعي والفتيات الواعيات وأمهاتنا الحريصات على النشأة الفضلة يأبون، وآبائنا وأعمامنا في دائرة المركز البليانة يرفضون المال السياسي جملة وتفصيلا، وهذا ما سيتحقق بإذن الله في هذه المرحلة والله الموفق بإذن الله إن شاء الله. ممكن تقول لنا إيه أهم النقط هتقدمها لأهل الدائرة؟ حضرتك بإذن الله كل ما يخص دائرة البليانة في قطاع الصحة وفي قطاع الطرق وفي قطاع السكة الحديد وفي قطاع التربية والتعليم بإذن الله سوف أعمل جاهدا، وفي كافة المجالات كل حسب ما يطلب في توقيته بإذن الله سأعمل جاهدا على توفير الخدمات. والحمد لله مصرنا الغالية برئاسة الزعيم القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتازت أكبر أزمة، أزمة الكورونا، وهي أزمة تكاد توازي الأزمة العالمية، والحمد لله بفضل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتازت مصر بفضل الله وبحمده أزمة الكورونا، وإن شاء الله ستنطلق مصر بقيادة زعيمها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه منذ دورته الرئاسية، وهذا سوف تحصل مركز البليانة ودائرة الانتخابية على رصيد وافي من الخدمات إن شاء الله بإذن الله. عند إيه مركز البليانة؟ أوجه كل التحية والتقدير لأهلي وعشيرتي شعب مركز البليانة، مسلمين ومسيحيين، فنحن جميعا نعيش أخوة متحابين. أوجه إلى حضراتهم جميعا رجالا وسيدات وشبابا وفتيات أن يتوجه الجميع إلى صناديق الانتخاب ليدلي بصوته، لأن ذلك واجب وطني، واجب وطني. الإدلاء بصوته يستطيع بتوجه كل فرد في دائرة المركز حينما يتوجه إلى صناديق الانتخاب ويدلي بصوته لمن يقتنع أنه يصلح لهذا الموقع، هذا هو الذي سيضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويكون الناخب بدائرة المركز البليانة راض تماما عما فعله واختار نائبه بإرادته، لأن أصوات الناخبين هي التي ستحدد من هو سيكون نائبا لدائرة مركز البليانة. أقول لهم جميعا رجالا ونساء أعمامنا وأمهاتنا الفضليات وأخواتنا الفضليات وإخوتي الشباب، أقول للجميع أن يتوجهوا جميعا إلى صناديق الانتخاب، لأنه هذا واجب وطني، واجب وطني، واجب وطني، وأيضا واجب ديني، لأن الناخب حينما يتقاعس عن تأدية شهادته تلك شهادة سيسأل عنها أمام الله، وديننا الحنيف يقول أن كاتم الشهادة آثم قلبه، وأنا أعتقد أن أهلي وعشيرتي رجالا وسيدات فضليات وشبابا وأخوات فضليات جميعهم يأبون أن يقابلوا الله سبحانه وتعالى وهم آسمون بعدم تأدية شهادتهم أمام صناديق الانتخاب. أعتقد أن الجميع سيتوجه إلى صناديق الانتخاب ليقول رأيه،
أنا أختار زيد أو عمرو نائبا عني في الدورة القادمة، والله الموفق إن شاء الله. بإذن الله موفق، وبشكرك وبتمنى لحضرتك النجاح. بشكرك وبشكر كل السادة الحاضرين من الشباب. السلام عليكم. أنا بشكر حضرتك وبشكر القناة وبشكر البرنامج وبشكر تعبك ومجيئك من القاهرة، وده مش غريب على بنت مركز البليانة وبنت عمنا بنت قبيلة السماعنة بقرية الحلافي، وأنا أتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح. ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا كلنا بنستناها، كتير مننا ما يعرفش معنى دكتور العلاج الطبيعي وإيه الفرق ما بين دكتور العظام ودكتور العلاج الطبيعي، وكمان إمتى نلجأ لدكتور العلاج الطبيعي. بمناسبة بقى كل الأسئلة دي، معانا النهاردة ضيفتنا الجميلة دكتور نهى، أخصائية علاج طبيعي وحاصلة على دبلومة كامبريدج. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بك. منورانا يا دكتور. ده مرسي. طيب يا دكتور، في مننا كتير بيعتقد ان العلاج الطبيعي ده تكميلي ومش اساسي، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اعرف ايه هو العلاج الطبيعي وامتى بنلجأ ليه؟ العلاج الطبيعي هو نوع من انواع العلاج الفيزيائي، في ناس بتسميه علاج طبيعي وفي ناس بتسميه علاج فيزيائي. العلاج الفيزيائي هو فرع من فروع الطب، كل علاقته بالعضلات فقط، ملوش دعوه بالعظام، ملوش دعوه بالاعصاب، هو علاقته بالعضلات، بيحافظ على قوة العضلة وبيزود قدرتها على الحركة وبيحسن من وظيفتها. فالناس لان هو بيلجأوا لي بعد دكتور معين، يعني انا رحت لدكتور الاعظام مثلا، فدكتور العظام قال لي انت عندك مشكله خشونه، فبلجأ لدكتور العلاج الطبيعي. انت دكتور المخ والاعصاب قال لك مثلا عندك التهابات في الاعصاب، فبتلجئي لدكتور العلاج الطبيعي. بتلجئي له بعد دكتور بيشخص لك الحاله. فنتيجه كده الناس فاكرين ان الدكتور تكميلي مش اساسي في الدايره دي، لان هو المسؤول ان هو يكمل لك الدايره. فعشان كده بعض الناس بتعتقد ان دكتور العلاج الطبيعي دكتور تكميلي مش دكتور اساسي في دايره العلاج بتاعته. طب دكتور ايه هو الفرق ما بين الاعصاب والاوتار؟ هقول لك في فرق ما بين الاعصاب والاوتار، وفي حاجه ثالثه برضو لازم نعرف الفرق ما بينهم، اللي هم الاربطه. الاعصاب دي عباره عن انسجه حسيه، هي مسؤوله عن الفعل ورد الفعل الجسمي. بمعنى انا دلوقتي هاجي مثلا اجيب ابره اشكك بيها، اول حاجه تعمليها انك ايه؟ تشدي ايدك، دي مسؤوله عن الاعصاب. هي دي الاعصاب. الاوتار هي عباره عن انسجه بتربط العضلات بالعظم وبتحافظ على وجود العضلات على العظم بصوره مرتبه. وطبعا اشهر الاوتار الموجوده هو وتر اكيلس اللي موجود في القدم. بالنسبه بقى للاربطه، هي بتربط عظمتين ببعض، انسجه بتربط عظمتين ببعض. واشهر الاربطه الموجوده هو رباط الصليبي اللي موجود في الركبه، وده كومن جدا عند لاعبين الكوره وعند الرياضيين ان يحصل فيه اصابه. عشان طبعا بيلعبوا كتير وحركه والكلام ده. معظم الناس ما بيعملوش الاحماءات اللازمه، فبيبقى فيه ستريس على مفصل الركبه فبيحصل فيه اصابه. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور، ايه هي اسباب العظام خصوصا اسفل الظهر والركبه؟ لان ده اكتر حاجه احنا بنعاني منها. طيب. اسباب العظام هي 9 اسباب، 4 منهم ليهم علاقة بالعلاج الطبيعي و5 ليهم علاقة بالطب البشري. تمام. الأربعة اللي ليهم علاقة بالعلاج الطبيعي، أول حاجة آلام عصبية. زي مريض السكر بيبقى عنده مشكلة في عصب عامل له مشكلة في العظم، بس هي مش ريليتنج للعظم نفسه. تاني حاجة آلام الأربطة، أنا مثلا عندي رباط في ركبتي وجعني، فوجعني مفصل الركبة، فبروح للدكتور أقول له ده أنا ركبتي وجعاني، أجي أشخص لا ده الرباط اللي في ركبتك هو اللي عامل مشكلة مسمعة في الركبة. الحاجة الثالثة ودي بتبقى كومن جدا والناس كلها بتشتكي منها، اللي هي نام غلط، عضلاته نفسها ركبت على بعضها، العضلة فيها مشكلة، فنتيجة إن العضلة فيها مشكلة بتسمع في عظمة، فيجي العين يقول لك إيه ده أنا عظمة كذا وجعاني، لا هي مش العظمة اللي وجعاك، هي العضلة هي اللي فيها إيه؟ ألم. مشكلة. أو علاقة بالأوتار، زي الرياضيين، معظم الناس الرياضيين اللي بيلعبوا تنس أو بيلعبوا جولف بيكون لهم مشكلة في الأوتار والأربطة في إيديهم، وبيروحوا للدكتور بريليتنج إنهم عندهم مشكلة في العظام، بس هي فعليا مش مشاكل إيه؟ عظام نهائي، هي عضلات. أسفل بقى العمود الفقري بيتعب نتيجة إن إحنا عندنا حاجة كنا بنعملها وإحنا قاعدين، الباد بوشر، كل ده قاعدين غلط، قاعدين تميل كده، محدش فينا قاعد فارد ضهره، محدش قاعد فارد كتفه، مفيش فينا حد مثلا لما بيجي يشيل حاجة بيشيلها بصورة صح، لأن كل كيلو جرام أنت بتشيليه في إيدك 8 أضعاف وزنه على ظهرك، يعني أنت لو شايلة كيلو مثلا حاجة في إيدك، لا هو على ظهرك أو على فخذك القطنية 8 كيلو، دي سبب. يعني زيادة الوزن برضو لها أثر وليها سبب. طبعا ليها سبب وليها أثر في آلام العمود الفقري. العضلات نفسها ممكن تكون ضعيفة، الأوتار والأربطة بتاعت العمود الفقري، وممكن الفقرات نفسها تكون ضعيفة، ممكن حد مثلا يكون بيشتغل شغلانة طول النهار بيشيل ويحط ويجي في الآخر عضلاته تضعف فتعمل ألم يترد على العظام.
طب دكتور، ما هو انواع العلاج الطبيعي؟ لا، العلاج الطبيعي انواعه كتيره، لان العلاج الطبيعي بينقسم لعلاج يدوي، علاج فيزيائي، توعيد مريض، علاج تمارين. بمعنى انت مثلا جالك بيشنت عايزه تعملي له علاج يدوي، العلاج اليدوي ده كتير، مساج، تراكشن، مانيبيوليشن، بتعملوا حاجات كتير كنوع من انواع العلاج اليدوي اللي انت بتشتغلي فيه بايدك. الاجهزه اللي هو العلاج الفيزيائي، في اجهزه بتسرع الدوره الدمويه، في اجهزه بتقلل الالم. العلاج بقى التمارين دي بتعرفيها للبيشنت، بتعرفيها للمريض، لان مش كل مريض بيروح البيت بعد الجلسه ينام او يريح. فالمريض طبعا وهو بيعمل مجهود نتيجه الجلسه او العلاج الطبيعي بالنسبه له بتختفي نهائيا، لان هو بيعمل مجهود عالي. بقى بالنسبه بقى لتوعيه المريض، انت بتعرفيه لو مشيت مثلا على ركبتك دي هي فيها خشونه هتزيد، طب ممكن نمشي على رجلنا التانيه، نطلع السلم ازاي، ننزل السلم ازاي، لازم تعملي برنامج بطريقه معينه للمريض عشان هو بعيد عن عينك هيبقى عنده مشكله. اللي هو الاجهاد الزايد للعضله اللي انت ريحتيها في السيشن او في الجلسه. فبفضل دايما ان المريض يكون في حاله ريلاكس، بس مين اللي هيبقى ريلاكس بعد السيشن؟ فبتدي له برنامج توعيه عشان يريح نفسه. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور، ايه هي التمرينات اللي ممكن نعملها عشان تخفف من الالام بتاعه، الام الرقبه، الام القطنيه، الام الركبه؟ نعملها تمرين بسيطه في البيت، يعني ممكن ماما تعملها، بابا، تيتا، جده، حتى الطفل يعملها. لا، انا هقول لحضرتك الحته دي فيها مشكله وفيها جدال كتير. ليه بقى؟ ممكن حضرتك تيجي تعملي تمرين يريح لك العضله يتعب لك عضله تانية. طيب ليه بقى؟ لان هنا درجه العضلات نفسها مختلفه، درجه اصابات العضله مختلفه، درجه ارهاق العضله مختلفه، نوع العظام والسن اللي بتتعاملي معاه مختلفين، يعني الستات غير الرجال. انا مثلا لما اجي اقول لست اعملي تمرين، لازم اعمل في اعتباري عضلاتها ان هي عندها الاوتار والاربطه لينه شويه عن الذكور، هرموناتها غير هرمونات الذكور، غير مثلا ذكر هو جسمه مثلا عضلي فيجي يعمل نفس التمرين بس لازم قوه او فيرم شويه. فلما تيجي نيجي نبص للموضوع ده، لا، حته ان في تمارين عامه دي مش موجوده. التمارين دايما لازم تكون حسب الحاله وحسب التشخيص وتحت اشراف الطبيب المختص، لان هو بيحدد العضله اللي عندك فيها مشكله قد ايه، وعلى اساس العضله فيها مشكله قد ايه محتاجه انهي نوع من التمارين، محتاجه تمارين مساعده، محتاجه تمارين تقويه، محتاجه تمارين تعمل ريلاكس للعضله دي وتريحها، ايه نوع التمرين اللي انت محتاجاه يريح لك نوع العضلات. صحيح. طب دكتور، كيف يؤثر العلاج الطبيعي على العظام؟ بص، العلاج الطبيعي كل تراكمه ان هو بيعمل تقويه للعضلات عشان تشيل حمل عن العظم. بمعنى انا مريضه عندي خشونه، رحت لدكتور علاج طبيعي، دكتور العلاج الطبيعي مش هيأثر لك على الخشونه الموجوده. انت بتروح الدكتور العظام الاول اللي هو بدوره بيعمل اشاعات وتحاليل ويشخص لي الحاله اللي بتجيلي بالخشونه. لما تجيلي الحاله بالخشونه انا مسؤول ان انا اقوي العضلات واشوف احسن وسيله لتقليل نسبه الالم والاحتكاك بين العظم وبعضه. انما هنيجي نقول ان انا كدكتور علاج طبيعي هتدخل مباشره مع العظام، لا، بتتدخلي الاول مع العضلات اللي بتعملي لها احماء، بتعملي لها ريلاكسيشن، بتعملي لها في بعض الاحيان بير ريليف، بتقللي لها الالم. وبعد كل ده تبتدي العضله تتحسن، فلما العضله تتحسن الالم يقل بتاع العظام. انما بصوره مبدئيه احنا ما بنتدخلش مع العظام، احنا بندخل مع العضلات. تمام. طيب دكتور، عايزه دلوقتي تمرينات بعد الجيم تخفف من الام العضلات. لا، هو احسن حاجه واسلم حاجه البيشنت يعملها بعد الجيم او اللي بيلعب رياضه يعملها ان هو يلعب او ياخد دش ميه سخنه الاول، بعد كده يعمل ريلاكسيشن بوزيشن، لان هو بيبقى في الجيم عمل مجهود ايفورت عالي جدا. الايفورت ده خليه يحرق نسبه كبيره جدا من الجلوكوز والبروتين الموجودين في الجسم، وبعد كده بيحتاج ان هو ياخد وجبه غذائيه كامله، فلازم ان هو يريح. حته انه يعمل تمارين ثانيه بعد التمارين ده ايفورت عالي على الجسم، فممكن يتعب الرياضي نفسه او يهلك عضلاته. وده اللي بيرفعوا اثقال وكمال اجسام ولا اي حاجه؟ حتى في يعني منظومه طبيه قالت لك ان بعد ما تشيلي اثقال انزلي مثلا خدي سويم اريا، يعني عومي شويه وارجعي تاني نامي بقى. ليه بتعملي سويم؟ عشان كده واحده، عشان تعملي ريلاكست لكل العضلات اللي انت خليتيها في التنشن بوزيشن او خليتيها تنشن قوي وانت بتلعبي رياضه. فتره الاستشفاء العضلي بتبقى كبيره بعد برضه نوع الليفه العضليه ومكانها، لان الجسم فيه الياف عضليه على حسب اللاعب. هو بقاله كم فترة يعني، او كم مدة او كم وقت ولا هو؟ لا، هي الليفة العضلية اللي بتحكم مش فترة لعب اللاعب. بمعنى مثلا في عضلات غير قابلة للألم ما بتوجعش، فدي لو لا قدر الله حصل فيها اصابة ما بتبقاش مشكلة. في عضلات لا، الليفة العضلية فيها قليلة، فدي لا بتاخد الهيلينج بتاعها شوية. فكل ليفة عضلية متأثرة بنسبة الإصابة اللي بتحصل لها. صحيح. طب دكتور، هل تقوس الساقين ده من امراض السمنة؟ لا، تقوس الساقين ما بيعدش من امراض السمنة، اكتر ان هو بيعد من امراض سوء التغذيه.
بمعنى يعني ايه انا عندي تقوس في الساقين؟ يعني انا عندي نقص في فيتامين د وعندي نقص في الكالسيوم. نقص في فيتامين د والكالسيوم بيجي يا اما سوء تغذيه يا اما سوء امتصاص يا اما ورد مرض وراثي زي بلاون ديزيز. صح. ساعات بنشوف برضو الدكتور في طفل بيتولد او بيبي بيكون فعلا بالفعل عنده تقوس. ايوه يعني تقوس ساقين بالظبط كده، هو ده مرض وراثي اللي هو بلاوند ديزيز. تمام. هو وراثي عنده كده. وفي ناس كبيره بيجي لها تقوس ساقين، مثلا عندها فراكشر جاله كسر والركبه لمت غلط، جاله لا قدر الله ورم في الركبه، او جاله كسر في مركز النمو فبيبقى الرجل ايه مقوسه. التقوس الساقين ما بنقدرش نقول عليه من امراض السمنه، بنقدر نقول عليه ان هو من امراض العظام اكتر منه من امراض السمنه، رغم ان هو داخل تحت برانش سوء التغذيه وسوء الامتصاص. بس ما نقدرش نقول عليه ان هو من امراض السمنه، مش تبع السمنه. لا. طب دكتور مثلا ايه بقى النصايح او الحاجات اللي حضرتك ممكن تقولها لنا عشان يعني نشيل حته التقوس ده، او تقول لنا مثلا هقول لحضرتك حاجه. مريض التقوس اولا هو زي ما انا قلت لك عنده نقص في فيتامين د وعنده نقص في الكالسيوم. اول حاجه لازم يروح لدكتور عظام. ليه؟ انا عندي مثلا نقص فيتامين د او تقوس في العظام، فبالبديهي ان رجلي يا اما تكون مقوسه للخارج او مقوسه للداخل. يعني في ناس عندها تقوس خارجي وناس عندها تقوس داخلي. صحيح. لو انا عندي تقوس خارجي او داخلي وانا كدكتوره علاج طبيعي بشتغل في العضلات، مش هاثر على المين اريا اللي هي العظم. انت ما تاثريش على العظم، هتشتغلي على العضلات والبنيه الداخليه بتاعتك مقوسه. لا، احنا بيجي لنا الاطفال في سن سنه عندهم تقوس عظام. دول احنا بنعمل لهم سترينث، بنقوي لهم العضلات المحيطه بالمفصل فالى حد ما، بس ده بعد دكتور العظام. يعني دكتور العظام الاول يديهم فيتامين د وكالسيوم عشان يثبت العظم على البوزيشن ده. بعد كده احنا بنشتغل على العضلات المحيطه بالمفصل. واحنا بنشتغل على العضلات المحيطه بالمفصل بنقويها بحيث ان هي ما تزودش الانحراف اكتر من كده وتبقى هي قويه، لان طبعا تقوس العظام بعد فتره بيعمل التهاب وبياكل غضاريف مفصل الركبه كلها. بيجي المريض لينا بعد سن سنه نقول له اه في تقوس ساقين، بنبتدي نعمل تمارين لحد سن 3 سنين ونص. ده السن اللي ممكن دكتور العلاج الطبيعي يتعامل فيه. بعد السن ده بيبقى انت عندك مشكله، لازم ساعتها يلجا يا اما لدكتور عظام يا اما جراح عظام. لان ساعتها هيضطر الى كسر الساق ويحطها في جبس، او انه يعمل عمليه جراحيه لو السن اكبر ويركب شريحه ومسامير عشان يعتدل شكل الايه العظمه نفسها. انما دكتور العلاج الطبيعي بيقوي العضلات بصوره مباشره حوالين المفصل، وفي نفس الوقت بيعلم العيان حاجات ما تخليش نسبه التاكل داخل الغضاريف بتاعته تزيد اكتر من كده. لان طبعا انا دلوقتي عندي مفصل مقوس خارجيا او داخليا، الجزء المضغوط عليه يحصل فيه تاكل، التاكل ممكن يسبب الالتهاب والالتهاب ممكن يعمل خشونه، ونبتدي بقى نلف في دايره العظام اللي ما بتتهيش، وطبعا الغضاريف دي لو اتاكلت ما بترجعش مره ثانيه. طب دكتور فعلا يعني فعلا الحالات دي بتتشفي فعلا؟ بتتم الشفاء منها ولا ما بي يعني خلاص التقوس الساقين؟ اه يعني لا يعني مثلا بتتعدل برده ولا بتبقى لا. نسبه الانحراف بتفضل ثابته واحنا بنتعامل مع العضلات بس. ليها جراحات؟ ليها جراحات بس في سن مبكر، يعني اسفه مش في سن مبكر، في سن كبير. يعني اجراء اللي يلجا لجراحه ده معنى كده ان هو مثلا عنده مثلا 10 12 سنه وعنده تقوس وهو ما انتبهش ليه في الاول. التقوس ممكن اي حد يكتشفه، لانك وانت واقفه بتبقى ركبتينك الاثنين جنب بعض. صحيح. انما اللي بيبقى مقوس بتبقى يا اما رجليه في حلقه دايره او في حلقه نوكني اللي هي خبطه في بعضها. فما اجيش انا اقول لعيان ايه انت عندك نوكني، اه انا هعالجه لك. لا، انت عندك بوني انا هعالجها لك. لا، احنا بنجيب البيشنت او المريض نتعامل معاه عضليا بعد ما يرجع لدكتور العظام. طبعا جه دكتور العظام مثلا عن 3 سنين ونص 4 سنين قال لك لا الحاله كده ايه ثابته، يعني مش هتزيد ومش هتقل، يعني كده خلاص امر واقع. امر واقع، بس ده حسب نسبه انحراف الايه العظم. لا، في عظم لازم التدخل الجراحي فيه يكون واجب، لان بيبقى الانحراف زياده وبيأثر على طول القامه للعيان. يعني في عيانين مثلا عندهم انحراف فوق ال 50 درجه فبيبقوا قصيرين نسبيا، لما يعملوا عمليات تقوس الساقين بيطولوا. ما هو انت عندك رجل مقوس كده لما تفرديها الطول بيفرق مع البيشنت طبعا. طيب يا دكتور ازاي نقدر نخس بشكل صحيح؟ ازاي؟ سؤال بقى يعني كلنا بنسال فيه. ازاي نقدر نخس بشكل صحي؟ دي حاجه ليها علاقه من غير حرمان. لا لا، مش من غير حرمان. اول حاجه تحسبي كتله جسمك، حاجه اسمها احنا بنسميها في الطب البي ام اي. ليه بنحسب لك البي ام اي؟ عشان نعرف انت انهي درجه وزنك من درجات السمنه. بتاخدي وزنك وتقسميه على طولك مرتين، يعني طولك 70 مثلا، طولك 160، تاخدي 70 على 160 والناتج تقسميه على 160 مره ثانيه. وفي اجهزه دلوقتي متطوره بتطلع الناتج ده. اول ما تحسبي معدل سمنه جسمك، بس عشان برضو نكون صراحه الرياضيين عندهم مشكله في الحته دي. انا بعاني من كتلتهم العضليه بتبقى كبيره فالوزن بيبقى شايل. فمعدل السمنة عندك بيبقى عالي، بس معدل السمنة عندك هنا ما بيبقاش معدل دهون عادل. معدل السمنة هنا بيبقى عندك عضلات. يعني مثلا تلاقي البيشنت مثلا تيجي تقيس له معدل السمنة تلاقيه 34. 34 دي الدرجه الثانيه من درجات السمنة. تيجي تبصي له بالعين المجرده مفيش دهون، لان الرياضيين هم اكتر ناس بيعانوا من النسبه دي. ليه بقى؟ لان الرياضيين بيلعبوا رياضه جامده جدا، فالبروتين بيبني عضلات
وبالتالي بياكلوا قد العضلات دي فبيديك انت بي ام اي كاذب. انا على فكره كده كان وزني من فتره كان 57، انا برفع اثقال وكده، لا وزني طالع جدا بس نسبه الدهون عندي قليله جدا. ما انا هقول لك هي دي مشكله. لا في مشكله بقى تانية درجه الناس بتفهمها غلط اللي هي ايه، ان الدهون اللي في جسمنا بتتحول عضلات. دي مستحيله. احنا عندنا الدهون دهون والعضلات عضلات، يعني الدهون دي ماده كيميائيه والعضلات دي ليفه عضليه. فلما انت بتعملي رياضه الليفه العضليه بتاعتك بتكبر بالايه؟ بالتدريج. اوكي تقعد تكبر تكبر تكبر. كل المشكله انك لما تبطلي الرياضه دي الليفه العضليه بتبتدي تقل وتبتدي الدهون تعمل احلال، فيجي الواحد يقول لك ايه العب رياضه هتخس، بطل رياضه ترجع تتخن. لا احنا مش بنحول ده لده. في فتره الحظر برضو كنت بعاني من ده، ان العضلات قلت قوي انكمشت، لان ما فيش بقى التمرينات اللي كنت بتمرنها ورفع الاثقال وكده انكمشت، فكان والميزان فعلا جاب يعني زاد. لا قال كتير جدا عشان كان بيوزن عضلات. حاليا عضلات بقى عالي جدا. هي معظم الرياضيين بيقعوا في غلطه هي غريبه جدا اللي هي ايه، انا مثلا باكل كميه اكل كبيره عشان بلعب رياضه كل يوم. لا يجي بقى يقول لك ايه، انا هقعد في البيت. هو بيقعد بس كميه اكله ما بتقلش، ياكل نفس الكميه اللي هو بيلعب. انا كنت مقللها. فلما يجي يقعد تبتدي الاكل يتحول لدهون. ده صحيح. يخش بقى الجلوكوز، لان كل اكل بناكله بيتحول لجلوكوز. يخش الاكل على هيئه جلوكوز والجلوكوز تتحول لدهون وتتخزن في جسمه. والليفه العضليه ما فيش تمرين طبعا، فالليفه العضليه عماله تقل والدهون عماله ايه تزيد. قليل جدا من الرياضيين اللي عارفين ان هم لما بطلوا لعب الرياضه لازم كميه اكلهم تقل على اساس كميه رياضه اللي هم كانوا بيلعبوها. يعني مثلا كنت باخد 4000 سعر حراري لو انا بلعب رياضه، بطلت العب رياضه انزل للنص. بس ما تعمليش لنفسك منظومه حرمانيه، يعني ما بطلش اكل عيش، ما بطلش اكل رز، ما بطلش اكل مكرونه، ما بطلش اكل فاكهه، ما بطلش اكل خضار. ليه؟ يجي حد يقول لك ايه، بطلي مثلا بصوره مباشره اكل النشويات هتخسي اسرع، بطلي اكل الكربوهيدرات هتخسي اسرع. ده غلط طبعا، لانك وانت بتخسي لفتك العضليه بتقل معاكي. طب انا عايزه اخلص مثلا والعب رياضه، انا عيانه اوبيز مليانه وزني مثلا 100 كيلو، لا ما اخدش العب رياضه، اعمل رجيم الاول وانزل المنسوبه الدهنيه اللي في جسمي، بعد كده ازود الليفه العضليه عندي يكون احسن لي. يعني الاول انزل وزني بعد كده ازود الليفه العضليه. لكن مش لو انا مثلا عندي سمنه او كده. لا الترهلات لازم ليها لعب رياضه، لازم العيان يمشي، لازم طبعا حسب نوع العضله اللي تراهلها. بس مش كل فتره بقى. يعني بص يا دكتور، يعني مثلا لو حد تخين قوي ما ينفعش معاه برضو رياضه، لازم جراحه. انا يعني بشوف ناس عندهم ترهل شديد جدا. لا بصي هقول لك برضو الجراحات دي ليها دكاتره اللي هي البلاستيك سيرجري، هم يفيدوك فيها اكتر مننا احنا بتوع العلاج الطبيعي. بس احنا بنقول للعيان ايه، العب رياضه بصوره متوازيه، يعني كل 10 كيلو مثلا العب لك رياضه 3 4 اسابيع 5 اسابيع. ليه؟ فكره حاجه واحده، ان انت مثلا اترهلت 10 كيلو، فنتيجة انك اترهلت 10 كيلو شد اول باول، اعمل الشد ده ايه بسرعه، مش مثلا انزل 30 كيلو واجي في الاخر اقول انا عايز اشدهم. ما هو انت كنت عامل زي الشنطه المليانه، فجاه كل ده فضي واختفى. ازاي لما كل ده يفضى ويختفي اجي فجاه اقول لك ايه يلا هنلعب رياضه هنشد؟ لا، انما احنا بنشد ايه بصوره تدريجيه زي الرياضيين. يعني انت لو خدتي بالك من الرياضيين تلاقي دايما ان جسمهم مشدود قوي بصوره مبالغ فيها. حتى لما بيبطلوا يرجعوا تاني بيرجعوا برده مشدودين. ليه؟ لان هم اول باول بيلعبوا رياضه اول عندهم باول، عندهم كتله عضليه شده الجلد. كل فتره العب رياضه شويه، كل فتره العب رياضه شويه. بس طبعا عشان نكون امنا، مش كل مرضى سنه في مصر يقدروا يلعبوا رياضه، لان يعني فيهم مرضى قلب، فيهم مرضى خشونه، فيهم مرضى الام اسفل عمود فقري، فيهم ناس هي اصلا ما عندهاش وقت انها تلعب رياضه. في ناس ترجع للجراحات ان هي تكمل معدتها، تحول مسار، تعمل حتى في ناس برضو ما تقدرش انها تمنع الاكل، في ناس حياتها الاكل كلها. ايوه هم دول بقى بيرجعوا للجراحه، عندهم شراهه دول في الاكل. انما الدايت. طب حلها ايه يا دكتور؟ لما مثلا يجي لك مريض، يعني ايه مريض يبقى ده حله ايه؟ لا لما بيجي مريض شره في الاكل بنحاول نعمل له تحاليل. ليه بقى؟ يعني مثلا ممكن يعمل لنا مثلا نوديه لدكتور بطن يعمل له تحليل براز اللي هو ممكن يكون عنده نوع من انواع عسر الهضم، فعشان كده محتاج للقيمه الغذائيه دي بصوره مباشره. يعني تخيلي مثلا ان انت بتاكلي تفاح ما بتهضمهوش، طبعا مش جسمك مش هيستفيد بيه. طبعا طيب كلتي تفاح ما هضمتيهوش، فبتبتدي عمليه الجوع عندك تبقى عمليه ايه؟ زياده، واحتياجات الجسم بتزيد برده بالتدريج. فمثلا ممكن نحوله على دكتور بطن يعمله تحليل براز. لو هو عنده عسر هضم، طب ايه نوع عسر الهضم؟ ايه الماده الغذائيه مثلا اللي لو كلناها؟ في بعض العيانين ومعظمهم وكلهم بنلجا معاهم للالياف، اللي هو ياكل حاجه ليفيه فتملى تجدار معدته فتحسسه بالشبع لفترات طويله. زي الخضار والفاكهه. زي الخضار والفاكهه والحاجات دي. الحبوب الكامله. انما ما نقدرش ندي العيان مثلا جاي يخس وبيجوع لفترات طويله ادويه لفترات طويله، لان طبعا الادويه دي بيبقى ليها اثار جانبيه سيئه جدا.
يعني حضرتك ما بتنصحيش بالدواء؟ لا ما بنصحش بالادويه نهائيا عشان اثارها الجانبيه. لان اي حاجه بتتاخد عن طريق الفم اكيد بتمتص وبتمشي في الدم لفترات طويله. طب في دكتور بيبقى في المريض بيبقى عنده ميه زياده او دهون ففعلا الدكتور بيلجا ان هو يديله دواء علشان ينزل الحاجات دي عن طريق الدواء. لا برضو هرجع اقولها لك تاني. حساب كتله الجسم بيطلع لك نسبه الدهون نسبه طبعا نسبه الميه ونسبه الجسم نفسه عايز ينزل كام كيلو بالظبط. انا كده دلوقتي جيت قلت مثلا ان البيشنت عايز ينزل مثلا سي 10 كيلو تمام. خلينا اقوم انا في معلومه محدش بينزل 10 كيلو صافي دهون. العيان لازم ينزل وزن مختلط ميه املاح معدنيه عضلات. انت بقى عندك مشكله هنا في حته الاملاح المعدنيه. تعالي نتكلم ايه الاملاح المعدنيه اللي جسمك هيفقدها. فيتامين الف د ه ك. مشكلتك كلها بتتلخص في فيتامين د لانه ليه علاقه بالعظام. لان معظم مرضى السمنه هم مرضى العظام. يجي لما المريض مثلا وزنه زياده فيقول له دكتور العظام عشان بيحمل على العظم يعني. لانه بيحمل على العظم بصوره مباشره. يجي دكتور العظام يقول له ايه لازم تخس. لازم تخسي دي عشان انت تتحسن. لازم تخسي دي عشان تجيب نتيجه كويسه. لازم تخسي عشان الحمل على ركبتك وعلى ظهرك يقل. لان كل كيلو بتقليه من على ايد من على جسمك بيقل 5 كيلو من على ركبتك. صحيح. فيجي الدكتور يقول له كده طيب هنيجي نخس دلوقتي. طيب هل العيان ده عنده فيتامين د كفايه لجسمه؟ معظمهم بيبقى عنده نقص. وفي دراسات علميه كتير جدا قالت لك ان المريض اللي عنده نقص فيتامين د هو مريض السمنه. لان فيتامين د بيلتصق بالخلايا الدهنيه. انت دلوقتي عندك فيتامين د ملتصق بالخلايا الدهنيه لما تيجي تعملي رجيم هتنزلي الدهون بس من غير فيتامين د؟ كله هينزل مع بعض. فطبعا مع نزول كمان نسبه ميه كبيره بالعيان بيبقى عامل زي ما يكون ايه يوم يقف يقع. هبوط مفاجئ في الضغط، حالات اغماء، دوار بصوره مستمره لان هو فقد ميه واملاح معدنيه اللي هي محافظه على منسوب الضغط اصلا في جسمه. ما هي الميه والاملاح المعدنيه دي بتحافظ على ضغطك. تمام. طب دكتور مثلا انا عايزه دلوقتي اخس دهون اعمل ايه؟ رياضه بس ولا رياضه بس هتنزلك دهون بس؟ لازم الاوزان المختلطه تنزل. انا بتكلم في نقطه ان لازم تتاكدي ان منسوب الاملاح المعدنيه في جسمك يستحمل العمل دايت. يعني ما اروحش اعمل دايت مثلا انا عندي نقص فيتامين د فاعمل الدايت ويجي لي هشاشه او يجي لي عظمي يبتدي يوجعني. في مرضى كتير جدا عندهم مشاكل في العظام يخسوا وعظمهم يفضل يوجعهم. هم من الاول عندهم نقص فيتامين د فلما نزلوا الدهون النقص زاد فمع زياده النقص حصل الم. طيب يا دكتور خلصنا بقى من احنا عايزين نخس. طب احنا عايزين بقى نزود جسمنا بشكل صحي وما يكونش دهون يكون عضل. هناكل ايه وهنتمرن ازاي؟ لا العيان اللي عايز بيزيد بقى وزن ده عكس السمنه خالص. ليه بقى؟ لان مريض النحافه لازم يكون ليه سبب لنحافته المباشره. اللي هي ايه نحافته المباشره؟ عسر هضم، وجود طفيليات، وجود جرثومه. الحاجات دي بيلجا ليها الدكتور بطنه لان هو بيعالجها له طبيا. بعد طبعا ما دكتور البطنه بيعالجها له طبيا بيلجا الينا احنا بقى اللي هو احنا بنعمل له حاجه اسمها مؤشر العام. المؤشر العام او مؤشر الكتله يقول لي العيان ده عايز كام كيلو عشان يكون منتظم. طبعا لعب الرياضه في الاوزان دي بيبقى خطر لان المريض اصلا بيبقى كاستيميك قوي، بيبقى رفيع، بيبقى عظمه ضعيف، تبقى عضلاته ضعيفه، بيبقى جسمه ضعيف. فبنتجه بقى ان احنا نديله ايه باودر، مكملات غذائيه ياكلها يشربها الاول فبتبقى سريعه الامتصاص وزياده الوزن تبقى مباشره. بمعنى انا واحده مثلا من الناس عندي عسر هضم، او انا مثلا واحده من الناس عندي طفيلي، او عندي جرثومه، فلما باكل برجع، لما باكل مثلا بيجي لي قيء شديد، لما باكل ما بستفدش من الاكل. بتروحي لدكتور البطن يعالج لك الخطوه الاولى اللي هي الايه القيء او وعسر الهضم. بعد كده بتلجئ لنا نديكي مكملات غذائيه تمتص بسرعه في جسمك. فلما تمتصي هي مش محتاجه تتهضم فالجسم بيستفاد منها فبيبتدي يحول الكتله العضليه لكتله لدهون. بعد كده انت بقى بتلعبي رياضه فبتحولي بقى زي ما قلنا بتعملي احلال بتنزلي الدهون وتحاولي تزودي عضلات. تمام. طب دكتور ايه هي اسباب الاتب او تقوس الكتف؟ اسباب تقوس الكتف بصي احنا عندنا هنا عضله ماسكه المنطقه دي كلها اسمها البكترالس ميجور. تمام. دي العضله. زي ما قلت لك احنا البوتشر بتاعنا كلنا غلط. احنا بنقعد طول الوقت عاملين كده فالعضله دي بيحصل لها انكماش ودي بيحصل لها ستريتشد. دي اول سبب لتقوس الكتف. اسفه تقوس الاكتاف. تاني حاجه مشكله تقوس الاكتاف طرف النظر. ممكن واحد يبقى نظره ضعيف قاعد طول الوقت عامل كده. ايه ده؟ يعني منكمش. النظر ليه علاقه بال يعني انا دلوقتي طفله نظري ضعيف قاعده كده هقعد كده ولا هقعد كده؟ لا كده عشان اشوف قدامي ايه؟ كويس. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى ودي بتبقى مستبعده شويه ومش الناس كلها بتاخد بالها منها طوال القامه. الناس الطويله دايما ماشيين عاملين كده. لا انا مش بمشي كده. واللي بيلبسوا هاي هي لفترات طويله من غير ما بيحسوا هم ماشيين عاملين كده. دايما بيستمعوا للي جنبهم والتليفون كده على طول. لا الهازارد التاني اللي هو الكمبيوتر بقى. انت قاعده على الكمبيوتر عامله كده وبتشتغلي فده كله بيسبب تقوس الايه؟ الاكل. والتليفون برده يا دكتور
وممكن التليفون، بس في ناس بتتفرج على التليفون وهي نايمه على السرير كده يعني. ايوه فنيجي نتكلم بقى بامانه، دي كلها ادوات تقوس الايه الاكتيف. تقوس الاكتيف حاجه من الاثنين، يا اما يا اما انت تقوي العضله دي، يا تستعملي ستريتش العضله اللي ايه اللي حصل لها انحناء ورا. لو لا قدر الله السبب الانحناء زاد زياده عن اللزوم، بيقضي على وظائف القيمه الصدريه، لان انت كده حبسه الرئه عندك وحبسه العضل بتاعت القلب، فبيبتدي ياثر على مستوى تنفسك. فلو ده لا قدر الله حصل، في بعض الاحيان في حاله بترجع لجراحه، لان هو زاد زياده عن اللزوم. لو هو ما زادش زياده عن اللزوم، كل بنقول يعني احنا بنعمل لك تقويه العضله الخلفيه اللي هي العضله الموازيه للبكتراس ميجور، وفي نفس الوقت بنعمل لك ستريتش دي عشان انت ترجع ايه تفرد تاني. طب ليها رياضه؟ ليها رياضه، بس برضو هقول لك حسب درجه التقوس، لان التقوس بيفرق معانا احنا في السنتيمترز. يعني ده مثلا عامل كده، ده عامل كده، ده عامل كده. في حالات ما بيحتاجوش يروحوا للدكتور العلاج الطبيعي خالص، ويلبسوا سبرنت على شكل حرف 8 8 بالانجليزي علشان فيبقى دايما عامل ضهرهم لورا، فدايما ضهرهم يبقى ستريتشت قوي. حلو قوي، فدي ضهرهم ستريتشت، هم مش محتاجيننا، مش محتاجين يجي لي عشان اعمل له. لا، دكتور العظام بيقول له ايه، البس حاجه تعمل لك ستريتشت جامد للعضله، فتبتدي العضله مع الوقت، بس هي بتاخد وقت شويه، لانها طبعا اخدت سنين عمر لحد ما تقوصت بالمنظر. خدت المنظر بقى بتاعها. طيب يا دكتور، فتره العلاج التاهيلي بعد جراحات العظام امتى المريض بيبتدي يتحسن؟ نسبه الشفاء بتختلف من حاله لحاله، والسن له عامل في الموضوع ده؟ بص، هي نسبه جراحات العظام الشفاء منها حسب مكان الجراحه نفسه. يعني انا مثلا مش هجيب مريض مثلا عامل لي رباط صليبي زي مريض مثلا مركب شريحه ومسامير في ظهره، زي مريض مثلا عامل حاجه في ايده. طبعا مكان الجراحه بيفرق، حاله العضله نفسها قبل الجراحه بتفرق. يعني واحد كان اكتف، كان بيمشي، كان بيطلع، كان بيروح، كان بيجي، عمره ما هيكون زي مريض مثلا كان نايم على السرير وما بيتحركش. ده عضلته اقوى، وطبعا الهيلينج بتاعها هتكون ايه احسن. الجرح نفسه لما بعد قد ايه، الجراحه كانت منظار ولا كانت شق جراحي، السن مش عامل. ليه السن مش عامل؟ هو معامل مع دكتور العظام في التئام الجروح، مش في حالتي انا كتكوين عضلات. أيوة أيوة. كعلاقه عضلات، انما هو بالنسبه له السن عامل. زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، ان حاله التقوس عند الاطفال ممكن تتحل في كبيره في اسفه في جبس، وممكن تتحل بشريحه ومسامير لو زادت على الوقت. هي بتفرق مع دكتور العظام اكتر. احنا محتاجين حلقات طويله، ولان الوقت بيمر بسرعه. كنا محيي النهارده بصراحه. ميرسي هتشرفينا اكيد برضو الحلقات الجايه ان شاء الله. للاسف احنا حلقتنا النهارده خلصت. احنا كنا مبسوطين قوي النهارده مع دكتور نهى احمد العواني. مستنيين اسئلتكم بقى، يعني احنا مستنيين ان شاء الله لنا حلقات كتير معاها، وعلى وعد ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم السبت الجاي مع رنا عادل ورنا علي. مع السلامه.